اليوم صدشت الشاورما لاولاد بلدي. اولاد بلدي حلو احلى صندوشة شاورما يلي ما عم شوف منه غير كل خير. يلي عم فوت على التعليقات لاقي تعليقاتهم سبحان الله بترفع الراس، شيء مشرف، شيء بيمثلهم، بيمثل ادبهم واخلاقهم، بيمثل تربيتهم الصالحه اللي تربوها. فقررت اني اعمل لهم احلى صندوشة شاورما ودلل لهم اياها هيك جناحات الدبور يا حبايب القلب. شوفوا لي يا اخواتي، شوفوا شوفوا بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي. ها اللي بتحبوا جناحات الدبور هيك والشرحات يا ويلي، على قد ما انتم بتحبوني على قد ما انا بحبكم واكثر واكثر واكثر، وبدللكم الضعف ان شاء الله. شوفوا بسم الله، ها شايف لي هي صندوش الشاورما اللي مدلل اللي مدللين يا حبايبي. شوفوا يا اخواتي، شوفوا بسم الله ما شاء الله. طلع عليها هيك كم حبة بطاطا، اللي بحب البطاطا مع دبس الرمان، بعرفكم بتحبوا دبس الرمان، وحبيته كثير كثير الليمون. على طول التعليقات يا ابو وائل كثر لنا ليمون وكثر لنا ليمون. اي انا اللي بكثر لكم ليمون، ان شاء الله بتقبشوا قلبي. اي شوفوا بسم الله ما شاء الله، هي احلى دلال لعيونكم، مشان تضلوا شو؟ تضلوا منوريني وعم تعلقوا لي وعم تورجوني محبتكم لألي وكلامكم الحلو يلي بيمثلكم وبيمثل أخلاقكم الحلوة. نعمل لها هيك الساء واللدعة يا ويلي، وهلأ منحمص لكم ياها.